استكمال مناقشة مشروع تعديل الأنظمة المالية ومشروع النظام الموحد للوكالات والنظام الموحد لصناديق تعاون المحامين ومناقشة مشروع تعديل نظام التكافل الاجتماعي كان محور الجلسة الأولى للمؤتمر، فيما ركزت الجلسة الثانية على مناقشة مشروع تعديل صندوق إسعاف المحامين. عدلنا في موضوع طابع معونة الوفاة ورفعنا قيمته، وعدلنا في طابع المرافعة ورفعنا قيمته، وعدلنا في بالنسبة للرسوم الانتساب بالنسبة للمحامين، وعدلنا قانون تقاعد المحامي 20,000 ليرة سورية جعلناه 25,000 ليرة سورية. الفكرة ليست انعقاد المؤتمر بحد ذاته كتوقيت زمني، وإنما المقصود هو استنفار كافة طاقات المحامين باتجاه وضع رؤية المساهمة في تقديم أفكار وطروحات ابتداع حلول المشاكل القائمة. نقاش معمق دار بين أعضاء المؤتمر حول مشروع شركات المحاماة ونظام التمرين، ونظرا لإجماع المشاركين على ضرورة التعمق بدراسة تعديل هذا النظام، تم الاتفاق على تشكيل لجان مختصة من الأعضاء لمناقشته وإرسال النسخة المعتمدة للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تعديلاته. تم طرح مشروع خاص بشركات المحامين في هذا المؤتمر، لكن لعدم اكتمال مناقشته ولفسح المجال لإيضاح أكثر من النقاط الغامضة في هذا المشروع الخاص بالشركات تم تأجيل إقراره. وفي نهاية الجلسة تلا نقيب المحامين نزار سكيف أهم البنود التي اتفق على تعديلها خلال جلسات المؤتمر، وأكد المشاركون أن هذه التعديلات من شأنها أن ترتقي بمهنة المحاماة، مشددين على ضرورة التعاون المشترك بين النقابة والجهات ذات الصلة بها من قضاء ودوائر حكومية.